الضغط ده مثلا الدرجة الأولى اللي هي أقل شيء ممكن تمشي خالص ولا لا الضغط ما بيمشيش؟ هو لو احنا اتاكدنا فعلا ان المريض جاله الضغط وتم التاكد منه وعملنا الفحوصات اللازمه، وطبعا لسه هنتكلم في انواع الضغط واسبابه دلوقتي، وعملنا الفحوصات وتم التاكد من المريض ده ان هو عنده الضغط فعلا، ففي الغالب بيعيش بيه. حتى لو درجه بسيطه ممكن ما ياخدش علاج ويمشي على البرنامج اللي احنا قلناه، يتعايش معاه ويمشي على البرنامج اللي احنا قلنا عليه، اللي هو يقلل الوزن ويمارس الرياضه ويبعد عن الكحوليات والتدخين والسجاير وياكل البوتاسيوم ويقلل الاكتئاب والتوتر والحاجات دي، ممكن ما ياخدش ضغط مع الحاله البسيطه دي. هو الوزن سبب كل حاجه. فلو اتاكدنا فعلا ان هو عنده الضغط للاسف بيتعامل معاه ويعيش بيه. لو هو درجه متوسطه او شديده بياخد بنلجا طبعا للعلاج، وفي الحالات البسيطه بنلجا للعلاج طبعا. بيحاول مثلا انه يتعايش بيه ولكن يقلل من العوامل اللي ممكن تسبب العوامل المساعده في ارتفاع الضغط. طيب احنا قلنا